نتابعوا حكاية جلالي وشريك عمر. نهار شاف عمر شخص محروم من النظر كيسعف في سوق، وكان هاد الشخص نسخة طبق الأصل من الجلالي شريكو. قال مع راسو علاش ما يلاقيهمش بجوج. عويشة. نعم. واش دير راسك غدا تمشي معايا لسبعه رجال؟ ولكن حنا ما كنخرجوا زكا. علاش؟ انا بالي ما كنخرجوا شي زكا. كيفاش انا اللي راجل قدي قداش معروف في المدينه خاص الناس يعرفوا عليا بلي بلي كنخرج الزكا؟ بالحق هذاك عمر، هذاك عمر هضر بليا طر انا بعدا في السوق. قلتها لك، قلت لك بركه نص ساعه وما سمعتيش كلامي. ما خلاش يلمن قال بلي الجلالي كيشبه لواحد العمى كيسعى تما في السوق. هذا المصير المعدوم شكون يكون به اليوم؟ انا نكون بك. خود شد هكذا الفليسات، راهم يخدموا عليك جمعه كامله. ويلاه معايا نقدمك لواحد الرجل لاباس عليه وكيشبه ليك بزاف. تقدم لي هذا الرجل اللي كيشبه ليا على باش غنشوفو انا بلا كيشبه ليا؟ سير اخويا اعطيني ابتساع، شد عليا فلوس. غير يلاه معايا، ولا خفتي كاع نعطيك الضامن. عباد الله، عباد الله، واش غتفرقوني مع هذا مخلوق ربي ولا لا؟ عباد الله، واش كاين شي مؤمن اللي حن من حالي ويبعد عليا هاد خينا هذا؟ شكون؟ أحول لي غير عمر. شكون عمر؟ عمر شكون هاد عمر؟ عمر ويلي، شكون عمر؟ عمر زين. السلام عليكم. وعليكم السلام. إلا أنت جبتي لي فلوسي. العشية كاملة ولا كندق؟ مالكم كنتيو مسافرين؟ لا، غير كنا كنصاوبو الدار. كويس داتاي؟ قهوة وكان السجل عليك. بغيت نقول لك بلي راه تلاقيت عاوتاني داك خينا. شكون هاد خينا؟ العمل اللي كيشبه ليك. وصلي على النبي وجيب لي فلوسي ولا ناوي تاكلني؟ فلوس كاسيدي ما عنديش. إيوا إلا ما عندكش هيدرك عليا وجهك. ياك. إيوا بالسلامة. بالسلامة إلا أنت جبتي لي فلوسي. عايشة عندها الحق، بركة عليا من السعاية. ويدور تاني ويقول هاد عمر غير سحابة بلا ما، دابا دوز. إوا غدا إن شاء الله نشوفوا جميع اش غادي يوقع، وحتى نلقاكم الله يعطيكم ويعطينا تيسع الخاطر.